وسهلا مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بساط السفر، واللي بنتكلم فيه كل يوم عن دولة جديدة من دول العالم ونتعرف على معلومات أكثر عن هذه الدولة وشعبها ونكتشف فيها أماكن سياحية ترفيهية كثيرة. اليوم رح نتكلم عن دولة يحبونها مشجعين كرة القدم وفيها أشهر ناديين واللي هما برشلونة وريال مدريد، وتشهر برياضة مصارعة الثيران اللي تعد من أخطر الرياضات. دولتنا اليوم مملكة إسبانيا.
شفنا مملكة أسبانيا فيها أماكن سياحية حلوة ومتنوعة، وفيها سياحة شبابية حق محبين كرة القدم، وتعرفنا على عاداتهم وتقاليدهم، وتحتوي أسبانيا على آثار إسلامية أندلسية، يعني تصلح للشباب والأطفال واللي يهمهم التراث الإسلامي. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا مشاهدينا في هذه الحلقة، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية، ومع السلامة. أي جاهزة ونتعرف على معلومات أكثر عن هذه الدول. الدول باب البحرين بحبين وتضم 3 أهرام. كنت بسولف مصري. وهي من أهم النوافير الموسيقية الراقصة في المدينة. زين نطرق ماما. لا ماي لا لا ترى بنصور. واللي تقع بالقاهرة في هضمة الجي هضمة هضبة. اليوم نحن نتعلف تصاعد ولا بالتلفريك المؤدي الى مرتفع ليش درب يعني. وجوها بعد متنوع لكل ولايه جوها. اليوم مسافر الى مملكه السويد. ابيه السويد وجوها معتدل طوال العام. طوال طوال طول العام. نعم شنو راح يجي من الاول. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده ونقول لكم مع السلامه.